هل تعلمون من هو نقيب العدس العراقيين في أوروبا؟ هذا بالتحديد ما أطلقه على نفسه الفنان العراقي عامر العمري في مقطع ساخر نشره يسخر فيه من قرار الحكومة بصرف نصف كيلو من العدس للعراقيين في شهر رمضان المقبل. نتابع. السلام عليكم أصدقائي، شلونكم، أخباركم؟ أنا كلفوني العراقيين اللي موجودين في أوروبا واستأجر الطيارة، هاي باعوها، هاي الطيارة زين، أنا موجود أروح أجيب حصة العدس، حصة العدس اللي راح تتوزع عليها وزارة التجارة. العراقيين في أوروبا كلهم سووا لي وكالة، وأنا متوجه الآن هاي الطيارة إلى وزارة التجارة، أنا موجود أروح أستلم الحصة للعراقيين العدس. عدس مبروك ورمضان مبارك إن شاء الله، وشكرا لوزارة التجارة على المبادرة. مع تحياتي نقيب العدس العراقيين في أوروبا. باي.